أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها قبل قليل عن دخول رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة، وأكدت أن وضعه الصحي لا يدعو للقلق وأنه يواصل مهامه اليومية بشكل عادي، وأن الرئيس نقل إلى المستشفى بناء على نصائح من أطبائه. هذا الخبر يأتي أياما قليلة فقط بعد تغريدة رئيس الجمهورية في تويتر التي أعلن فيها دخوله الحجر الصحي الطوعي امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي إثر إصابة إطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا. يأتي هذا الخبر في وقت تعرف فيه الجزائر هذه الأيام ارتفاعا متسارعا في حالات كورونا، لذا نطلب من المواطنين أخذ الحيطة والحذر.